بتوجيهة من المديرية العامة للأمن الوطني تم افتتاح المقر الجديد لمنطقة ميناء طنجة المدينة، وهو مقر جاء يعني من أجل تجويد الخدمات وإسداء يعني الخدمات سواء للعابرين سواء مواطنين أو أجانب، وذلك في على النحو الذي تزدى به الخدمات على مستوى الموانئ يعني في الدول المتقدمة. وما كما تعلمون أن ميناء طنجة المدينة يعني يعتبر نقطة عبور من أهم النقاط على مستوى المملكة، وبالتالي جاء اليوم افتتاح هذا المقر، وهو مقر مجهز بأحدث التجهيزات ووفرت له جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل إسداء الخدمات في المستوى المطلوب. يأتي تدشين مقر هذه المنطقة الأمنية أي منطقة ميناء طنجة المدينة في إطار السياسة المتبعة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمواطنين، وكذلك توفير فضاءات أرحب وأمثل للعمل بالنسبة لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وتشتمل هذه المنطقة على مجموعة من المصالح التي تؤدي واجبها سواء على مستوى المحطة البحرية التي تطلع بمهام الإركاب والإنزال فيما يخص شرطة الحدود، كذلك يدخل في نطاق عمل هذه المنطقة مصالح أخرى بما فيها مصلحة دائرة الشرطة لبناء طنجة المدينة وفرقة شرطة قضائية وفرقة استعلامات العامة وكذلك الهيئة الحضرية وباقي المرافق. كل هذه المرافق تغطي مساحة ونفوذ ميناء طنجة المدينة، والذي يشتمل على الميناء الترفيهي بشطره الأول وشطره الثاني القادم، كذلك على المحطة البحرية، كذلك مسجد للعبلة مسجد الجديد لميناء طنجة المدينة، وأيضا ميناء الصيد البحري بكامل مكوناته وأنشطته بما فيها الصيد التقليدي والصيد أعالي البحار وكذلك الصيد الساحلي، بالإضافة إلى باقي مكونات ميناء طنجة المدينة.